مصطفى الشادي حارس فريق الرجاء البيضاوي سابقا، حارس العملاق اكثر تتويج. مصطفى الشادلي، رساله ديالك الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي والمنخرطين والمكتب المسير الحالي والمكتب المسير اللي غيكون ان شاء الله في السنه المقبله بعد الجام العام الاستثنائي. وقبل كل شيء تحيه لجمهور الرجاء العريض اللي افتخر به وافتخر بكل لاعب مر بنادي الرجاء البيضاوي. قوة نادي الرجاء في الجمهور ديالها العريض. كنظن جمهور الرجاء جمهور ذكي لانه عرف بان حال وقت التغيير وعبر على ذلك في الرساله ديالو اللي حملها في المباراه ديال الديربي، والميساج ديالو كانت واضحه. هو كيطالب بالتغيير وحق مشروع لجمهور الرجاء باش يجوا ناس اخرين يدخلوا دماء جديده في الفريق، يسيروا بطرق احترافيه، يستثمروا بشكل جيد. ظن حان الوقت للتغيير اللي ما فيه مصلحه فريق الرجاء عهد جديد ان شاء الله. بالنسبه لك مصطفى، الرساله ديالك المنخرطين بالنسبه للجام العام الاستثنائي؟ صراحه يعني الرجاء عنده رجالات ديالها وكاين منخرطين اللي كيحبوا فريق واحد الحب كبير. نتمنى هاد المنخرطين يعني في الجام العام القادم، صراحه محطه تاريخيه بالنسبه للنادي وكتمثل في اختيار ديالهم الشخص اللي غيقود نادي الرجاء البيضاوي. نتمنى من المنخرطين صراحه يعرفوا على من غادي يصوتوا، ويصوتوا على ذاك الرئيس اللي غادي يكون عنده برنامج قوي، استراتيجيه قويه اللي غادي تقود الفريق وتردوا القوه ديالو كي على السابق، ويكون قوي افريقيا ووطنيا، واللي ما لا ان شاء الله يرجع للساحه العالميه، لان كنعرفوا البطوله ديال الموسم القادم الفائز بها غادي يلعب كاس العالم. وكنظن محطه تاريخيه غتكون حاسمه، ونتمنى المنخرطين يعني صراحه يصوتوا على ذاك الانسان الاجدر، يعني كنقول الاجدر برئاسه نادي الرجاء البيضاوي. بالنسبه لك مصطفى، الكثير من الجمهور الرجاوي الكبير كيتساءل عن عدم حضور مصطفى الشادي في المدرجات لمساندة اللاعبين، واش هذا يعني مؤشر بانه غاضب عن المكتب المسير الحالي وغاضب عن التسيير بصفه عامه اللي كيعوم في فريق رجاء البيضاوي؟ انا صراحه ما يمكنش ينكر السنوات اللي قضيتها، هي سنوات جميله لقيت بزاف من رجاء البيضاوي. الا كنا كنقولوا العمر الذهبي ديال نادي الرجاء هو اللي عايشته، ثلاث اجيال القاب استحقاقات كبيره وكبيره. الى نذكروا كاس العالم للانديه، الى نذكروا عصبه الابطال، الى نذكروا البطوله الوطنيه، الى نذكروا كاس العشر افرو ازياتيك سوبر كوب، يعني مشاركه عالميه، ارقام شخصيه، يعني مشوار يفتخر به لاعب. اذا يمكن القول انني رجاوي وساهمت في تاريخ الرجاء، والرجاء ساهمت في بناء مصطفى الشادلي واسم مصطفى الشادلي. الابتعاد عن الرجاء لا يعني انني بانني غاضب على الفريق. الفريق كيبقى اسم افتخره هو والجمهور ديالو، ولكن غاضب على مسيرين الذي لا يحترمون للاعب اللي اعطى الشيء الكثير. فانا كنبقى رجاوي من البعيد، والمستوى اللي وصل ليه الرجاء ما كيبغيه حتى شي رجاوي، وانا كنتالم ليه كثير، وكنتمنى كيف سبقت الذكر يجيو اشخاص اللي ردوا الرجاء الهيبه ديالها، وكنعاود نذكر الهيبه ديالها. الى طلب منك مصطفى الشادلي للجمهور الرجاوي الان بالختام برساله عاجله للجمهور، وفي الاخير باش تقول كلمه باسطه كرجاوي. يعني كيف سبقت قوه الرجاء كنقول في الجمهور ديالها، والجمهور راه ذكي وطالب بالتغيير وهذاك حقه، لان عرف الفريق، عرف الفريق يتعدم، هو يطمح لفريق قوي، فريق يصول ويجول ويتربع على ويعيش على الالقاب. اذا الرساله ديال الجمهور بقوا يعني صامدين وناديوا بالتغيير، لانه ناديتوا بالتغيير ماشي من فراغ، لان عرفتوا علاش ناديتوا بالتغيير. حنا كلاعبين ومن جملتهم مصطفى الشادلي، فانا راك معاكم من وراكم باش نشوفوا رجاء ديال الغد، رجاء القويه
والرساله اللي رفعوا في مباراه ديال الديربي ديال باسطا فراه كان حق مشروع ورساله كانت واضحه. نتمنى ان شاء الله المنخرطين كيف سبق الدير لانه كيمثلوا هذيك الفئه كبيره ديال الجمهور وكيقولوا كلمه داك الجمهور وينفذوا داك ما طلبوا الجمهور باش نشوفوا رجاء بحله جديده الموسم المقبل ان شاء الله على جميع الاصعده، لا تسييريا لا تقنيا لا استراتيجيا لا جماهيريا، يعني نشوفوا جمهور نشوفوا رجاء بحله جديده. كتوعد الجمهور ان شاء الله الا كان تغيير المكتب المسير كما قلتي واش غتكون حاضر في مباريات فريق الرجاء البيضاوي لمساندة اللاعبين والحضور المدرجات؟ اللاعبين راه كيبقوا اصدقاء ديالي لان كاين اللاعبين اللي عايشتهم هناك وفزنا بارقام، كاين لاعبين اللي جاوا في هذا الجيل الرابع، اللاعبين عندهم امكانيات. كنظن الى الرجاء رجعت العهد والقوه ديالها يشرفوني، قلت لك يشرفوني تواجد وسط الجماهير اللي كنبغيها وكتفتخر بيا تواجد بها، وتا نكون اول مشجع كينادي باسم الرجاء. شكرا مصطفى الشهاد اللي كنتي على موقع البطوله بوان كوم. شكرا. الان معنا نهيله، على ما اظن نهيله الشادلي هي غتقدم راسها الان على موقع البطوله بوان كوم. نهيله، الرساله اللي بغيتي توجهي للجمهور فريق الرجاء البيضاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، سميتي نهيله الشادلي، بنت لاعب الكره مصطفى الشادلي. تنقول باللي انا ديما راجا ديما راجا وديما الف ديما راجا، ما نضحيوش بالراجا ديما راجا وبسطه ديما راجا. وشنو واش انتيا يعني الالقاب اللي سمعتي باباك عاود لك عليهم واللقطات اللي شفتي في التلفازه والصور اللي شفتي، واش باقا كتشوفيهم الان فريق الرجاء البيضاوي؟ لا. اشنو كتشوفي الان فريق الرجاء البيضاوي؟ مصطفى الشاذلي وراجا لورنا. والان شنو كتشوفي دابا الان في الرجاء؟ شنو كتشوفي وشنو بغيتي تشوفي الرجاء من القدام؟ انها دابا اللور ما تتلعبش مزيان. انها ضعيفه. وشنو بغيتي تشوفي الرجاء من القدام؟ واش بغيتي تشوفي اليامات نشوفها متحسنه؟ وبغيت نشوفها كما كانت في اليامات اللي فاتت اللي كان معاهم الاب ديالك. نعم. وشنو هي الرساله دابا انت كرجاويه؟ انت رجاويه؟ نعم 100%. شنو هي الرساله اللي كتوجهها عبر موقع البطوله بوان كوم، الموقع الرياضي الاول في المغرب؟ شنو هي الرساله اللي كتوجهي انت كطفله رجاويه وبنت الحارس العملاق مصطفى الشاذلي؟ شنو كتقولي دابا للجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي؟ ديما رجاء ديما رجاء. وشنو كتقولي للناس المسيرين وهذاش كتقولي لهم اللي شادين الرجاء وهذاش كتقولي لهم؟ تنقول لهم خاصكم ترجعوا للرجاء باسطة ديما رجاء لقدام وتولي مزيان. شكرا نهيله.